مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مع كتاب الله، حيث نتلو كتاب ربنا سبحانه وتعالى غضا طريا بأحكامه التجويدية كما نزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر إلينا في عصرنا هذا، بدءا من أول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام، ثم التابعين ثم التابعين، إلى أن وصل إلينا. فالهدف من قراءة القرآن لا يقرأ كقراءة الجرائد، بل له أحكامه التجويدية ومخارج الحروف من مخرجها الأصلي. ونعتبر هذا أنه ما يميز القرآن الكريم، وهذا أيضا من ضمن الإعجاز القرآني الكريم. مشاهدي الكرام، في هذا اللقاء نود أن نفتح المصحف الكريم وهنقرأ من سورة البقرة. هنقرأ من سورة البقرة الآية رقم 64. كونوا معي وتابعوني مع ضيوفي الأعزاء عشان نقدر نقرأ الآيات الكريمة، وأنا أتعرف أيضا على الأخطاء عندما نقرأ هذه الحروف. أرحب في بداية هذا اللقاء بضيفي الكريم فضيلة الدكتور السيد محمد أحمد، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. مرحبا بك يا دكتور. يا مرحبا بك. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد الحميد محمد ونس، الذي يطبق معنا هذه الآيات المباركة. مرحبا بك يا مولانا. يا مرحبا بك. يعني دعنا مع الدكتور نستمع إلى الآية الكريمة رقم 64 من سورة البقرة من فضيلة الشيخ عبد الحميد. تفضل مولانا اقرأها لنا ترتيلا. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نعم، تعليق. بداية مع الدكتور، هذه الآية يعني بدأت بثم، وهي حرف تعقيب وترتيب، وطبعا مش هيبدأ بها. مظبوط. ولذلك نطمع يعني ان نسمع السابقه معها. ما انا كنت ثم نعلق على هذه الايه. يعني بس يعني في بدايه المقام، ونحن في بدايه الحلقه وفي بدايه القراءه، فاذا قرات القران فاستعذ بالله. ما هو بس هو عشان احنا برنامج تعليمي. اي نعم. فعشان كده نتجاوز عن الاستعاذه والبسملة، وحضرتك علمتنا يعني ان في مقام التعليم خلاص مش يعني. ماشي، اتفضل. احنا طبعا هنجيب الايه السابقه زي ما الدكتور قال، لان ثم مترتبه على ما قبلها من الايه الكريمه. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فتح الله لك يا شيخ عبد الحميد. مع دكتور، طبعا احنا لجأنا الى الآية الاولى التي تسبق هذه الآية، ثم توليتم، بحيث ان نبقى فيه وصل في الآيات الكريمة. تمام. واحنا خدناها في الحلقة، بس بذكر المشاهد الكريم وعشان ما يقولش احنا خدناها في اللقاء السابق، بقول له عشان الوصل وليس الفصل. حاجة تانية هناخدها اللي هي الآية رقم 64 مع الأستاذ حسام، وحدة لوحديها كده متكاملة عشان النغم والمقامات. دعونا نرجع إلى الدكتور السيد، تفضل تعليقك. طيب، يعني في البداية لم يكن هناك داعي لوصل الآية الثانية بالأولى، ثم توليتم من بعد ذلك بما قبلها، لا داعي لوصلها، لأن القراءة متصلة وهذه الآية ستأتي بعدها الثالية، فلا يعني لم أجد داعي، يعني لم أرى داعي لوصل الآية بالثانية. يعني يقف عند رأس الآية؟ الآية سنة. نقف على رأس الآية ثم نتلو ما بعدها، طالما المقام متصل في ركعة واحدة في جلسة واحدة في يعني فضلت الشيخ عبد الحميد. هو دكتور يعني عايز يقول ان الآية الأولى هي وحدة مستقلة،
وإن كانت الثانية تتبعها في المعنى وصلا. نقف على رأس الآية. نقف نعم. ودي سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طب نقولها ترتيلا مبارك، نقف على رأس الآية. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الله يفتح عليك. يا دكتور، احنا ايه الوقوف اللي في الايات هنا الكريمه؟ ارى ان الوقف على اخرها كالسابقه. اولا المقام قصير ومعانيها مرتبطه، وإن وقفت على ذلك يكون من الوقف الحسن أو الجائز جواز مستوى الطرفين، لأن بعده فلولا فضل الله عليكم ورحمته مرتبطة بما قبلها. نعم. أما من التنبيهات في الآية فثم توليتم، الحرف المشدد نضغط عليه بالصوت. ليتميز تشديده. توليتم من، والإدغام مثلين صغير، توليتم ميم، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، تغني مقدار حركتين. هو ممكن ما فيش حد لما يجي يقرأ مثلا يخطئ في الآية في قراءته عند اللم؟ الحرف المشدد باب مهم من أبواب التجويد، ولذلك عقد له ابن الجزري في كتاب التمهيد بابا كاملا أسماه باب المشدد. طيب بيقرأها خطأ إزاي يا دكتور؟ توليتم بتخفيف الله، يقول توليتم كده. انما كما قرأ القارئ الكريم توليتم، ده اول ملحوظه. ويظهر جمال الاداء في رتبه التحقيق في القراءه. نعم. من بعد ذلك اطباق الشفتين في الاقلاب اطباقا خفيفا، وعدم ترك فرجه، يعني هو التوسط بين الامرين، يعني تلامس الشفتين تلامسا خفيفا كما فعل الأخ الكريم. يعني هات لنا الصحيح زي ما قرأ فضيلة الشيخ عبد الحميد، وهات لنا الخطأ برضو عشان لو واحد بيقرأ خطأ يصوب له هذا الكلام. أي توليتم من بعد ذلك. من بعد ذلك هنا تولد حرف مادي بين النون الساكنة والباء بعدها. من بعد ذلك، من بعد ذلك فلولا أبين الحرف الساكن، أظهر الحرف الساكن في الأداء اللي هي الواو الساكنة في فلولا. فلولا فضل الله، فضل أعتني بالضاد القوية التي جاورت الفاء الضعيفة، فلا تفخم الفاء لمجاورتها الضاد، وهذا يعني نتخلص منه برياضة الفكين. فلولا فضل الله، فضل الله عليكم ورحمته، أبين همس الحاء وصلة الصغرى تحت الهاء، ورحمته لكنتم من الخاسرين، إظهار اللام القمرية بلا قلقلة أو شبه حركة فيها، وعدم تطنين النون، وآتي قبلها بالكسرة العربية الخالصة. نعم. الخاسرين. طب دكتور السيد، عايز أقول للمشاهد الكريم، يعني حضرتك ذكرت دائما تذكر كلمة الرياضة للفكين. نعم. لو هو عايزين ندربه على هذه الرياضة حتى في كلامه نفسه العادي، عشان ياخد يبقى طبع عنده وسجية عنده وفطرة عنده، نستخدم الرياضة في الفكين. قلنا قبل ذلك أن ابن الجزر أيضا رحمه الله لم يترك هذا الأمر هملا، بل قال يعني أن الطالب في بداية تعلمه القرآن أو في الحضانة في بداية تدربه منذ المهد على نطق الحروف الألف بائية، الحروف الهجائية، أن ينطقها مفتوحة ثم مضمومة ثم مكسورة، با بو بي. هذا يقضي على أي ألحان وأي عيب في نطق الحروف الهجائية مفردة. نعم. أشكرك دكتور السيد محمد أحمد، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، على هذا اللقاء. أشكرك معنا دكتور. شكرا الله.
يعني مشاهدي الكرام ابقوا معي حتى أعود إليكم من الفاصل مع الأستاذ حسام صقر وفضيلة الشيخ عبد الحميد لتطبيق هذه الآية الكريمة المباركة. كونوا معي مشاهدي الكرام من جديد، وأرحب بضيفي الكريم الذي انضم إلينا في هذه الفقرة الأستاذ حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا معنا في هذا اللقاء الثاني الشيخ عبد الحميد محمد ونس. مرحبا بك مولانا. وما زلنا مشاهدي الكرام في الآية رقم 64، وأستاذ حسام يعني إيه رأيك نسمعها من فضيلة الشيخ عبد الحميد؟ نعم تفضل مولانا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نعم افتح عليك. قل لي، هو احنا طبعا متفقين على في اول اللقاء انه بدا بالاستعاذه والبسمله، وهذا جائز في التعليم يعني في محفل التعليم. نعم. لكن الآية طبعا هي مرتبطة بما قبلها، لأن ربنا بيقول ثم توليتم من بعد ذلك. نعم. فموضع السؤال لو بدأنا بيها هقول هم مين ثم تولي، من الذين تولوا هؤلاء؟ نعم. طيب إيه رأيك، هو بدأ بإيه الأول؟ هو كل القراء أول ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بيبدأ بآياتي بيبقى حكى مع نفسه. مع أن أنا دايما، ودي مشكلة برضو بتقابلني بالنسبة لبعض تلامذتنا، يعني أما أقول له اقرأ من مقام كذا فاول ما يستعيذ يدخل في البياتي ويجيب يلف بقى المحور. ويمكن ده عشان مقام الاستفتاح هو نفسه، هو علشان ده الانطباع الاول، ده الانطباع عند القراء كله، عند كل القراء. لكن انا ممكن في الحاله دي بعمل ايه؟ بشوف النغم اللي انا عايز اجيبه الاول واقول منه الايه، وبعدين من الايه نفسها وبقول الايه في سري كنوع من الاستعداد، ومن الايه نفسها ونغمها اقدر اجيب الاستعاذه. فكده ببقى دخلت في ايه، في المقام الثاني على طول صراحه ودوب. طيب يمكن هو الشيخ عبد الحميد بدا بالبيات علشان هو بدا بيها كبدايه في يعني في اللقاء نفسه. احنا عندنا في الفواصل اللي موجوده في الاذاعه، فواصل القران اذا كانت 5 دقائق او 10 دقائق او ربع ساعه كمان، هتلاقي معظم القراء ما بيبداوش بياتي. ما بيبداوش بياتي؟ ليه؟ عشان قصر المده. كل ما كانت مده التلاوه، انما ترتيل لا. كل ما كانت مده التلاوه بسيطه او قليله، كل ما كان القارئ لازم يكون اكثر جاهزيه. داخل في المقام العالي على طول، او المقام اللي هو يصيب الهدف على طول. طب احنا لو بدانا بالرصد، هو احنا كنا في الايه السابقه في قبليها في مقام الرصد. صحيح. فانا ممكن اكمل من مقام الرصد عادي جدا، يعني اكمل مقام الرصد عادي، ويبقى موضوع ثم توليتم من بعد ذلك هو من باب الملامه. تمام، او من باب التحسر على حالهم انهم عملوا كده. طب انا هقول للشيخ عبد الحميد يعني ممكن يقرا لنا الايه اللي قبلها 63. نعم. ويجيب ثم توليتم من بعد ذلك اللي رقم 64. نعم. ويخش على الرصد. طيب اتفضل. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا بدأ رصد ثم انقلب الى البياتي، يعني دخل هدى بقى تاني. ما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت بقوه اديني جواب
ده فرق الفطرة من الدراسة دكتور عيد. صحيح. لذلك يجب على كل قارئ أن يكون ده يعني يدرس يهتم. طب هقول لك حاجة يا أستاذ حسام، يعني لو شيخ عبد الحميد قرأنا الآية مثلا وجينا عند كلمة ورفعنا فوقكم الطور جبناها بجواب، نعم، وبعد كده جينا عند كلمة في الآية الكريمة بقوة وجبنا جواب الجواب، نعم، يبقى هنا في طبقات في الصوت هي نفسها، نعم، من يعني من رصد إلى أعلى جواب إلى أعلى أعلى إلى أعلى أعلى. إن ما كانتش في مساحة صوته ممكن من القرار إلى الجواب في الثمان درجات نفسه. ياخدها في السلم الصعب. احنا كده كده برنامج تعليمي ونعلم المشاهد الكريم. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. في الأكتاف الأول أو في الديوان الأول. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. الله 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 الله، ممتاز. خش بقى إلى آخر الآية الكريمة وصلها لي بالآية رقم 64. ثم توليتم من بعد ذلك. كمل الآية. هي كمل. خذوا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين. الله يفتح عليك. قل لي كده ايه اللي حصل في هو استعمل مقام الرص استعمال سليم جدا في الآية الأولى. تمام؟ الآية الأولى؟ في الآية الأولى اللي هي 63. في الآية الثانية سيدنا الشيخ المنشاوي وأسيادنا الكبار علمونا فرعين من فروع مقام الرص. وهو الفرعين دول هو التحويل بس في جنس الفرع. الفرع الاول اسمه النيروز او النيرز. والفرع الثاني اسمه السوزنك. اللي هو ايه؟ جنس الفرع عندي مره بخليه حجاز ومره بخليه بياتي. فسيدنا المنشاوي ادانا النيروز او النيروز اللي هو البياتي في جنس الفرع، وكل مشايخنا ادونا المقام السهل اللي هو الحجاز في جنس الفرع. عشان برضو نطبق عشان الكلام نطبق. ده نطبق بس الايك عشان المشاهد يقلد معانا. فهناخد بقى الايتين بقى. ماشي اتفضل. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم
لعلكم تتقون. ادي القفله الاولانيه لايه؟ لايه حجاز في جنس الفرع ده اللي بنسميه سوزنك. الايه اللي بعديها ثم توليتم، ادي دخلت البيت الفرعي. من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ده المقام الثاني او المقام الفرعي الثاني اللي هو مقام النيرس او النيروس. يا لك يا شيخ عبد الحميد، نطبق الايات كده زي ما الاستاذ حسام قراها. اتفضل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. الله. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سلطن في جنس الفرع ففضل فيه. صحيح. نعم. طب انا عايز البياتي والصبر. طيب شيخ عبد الحميد، يعني هو البرنامج تعليمي قول لي كده شعورك كده بعد ما كنت، انت كنت الاول بتقرا يعني زي ما انت قلت بالفطره وعشوائيه مظبوط؟ تمام. لكن لما انت دلوقتي قعدت مع الاستاذ حسام وعرفت مقام البيات، طب ازاي انا ابدا ارصد، ازاي انا اجيب جواب وجاوب الجواب، اوصف لي كده ايهما كان افضل؟ طبعا طب المقامات طبعا حاجه جميله جدا. يعني في احساس يعني في بعض الايات وبعض الكلمات بحس بيها، يعني كل كلمه او كل آية لها احساس بتعبر عليه. وطبعا مع المقامات لا نطغى اطلاقا على الاحكام التجويديه لانها الاصل ثابته طبعا. صحيح. يعني مشاهدي الكرام اكتفي بهذا اللقاء واشكركم على حسن المتابعه، كما اتقدم بخلص الشكر والتقدير لضيفي الكريم الاستاذ حسام صقر المدرب بدار الاوبرا المصري. اشكرك. العفو دكتور. كما تقدم ايضا بخلص شكر التقدير لفضيله الشيخ عبد الحميد محمد ونس على هذا اللقاء. شكرا. عفوا. دمدم لنا بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.